بهدف ترسيخ أفضل الممارسات الخاصة بتمكين الوالدين العاملين ضمن بيئة العمل المستقبلية، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تقرير الأثر لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحاصلة على علامة الجودة في الدورتين السابقتين. تضمن مجموعة من النقاشات والتطلعات حول مستقبل العمل وانتشار أماكن العمل الداعمة للوالدين على مستوى الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة للدولة في تحقيق ازدهار المجتمع وترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز الاستدامة. هذا أول تقرير من نوعه يقيس التحليل الكمي والنوعي لمخرجات الاستبيان اللي صار مع كل الشركات المشاركة أو اللي تقدمت للحصول على علامة الجودة. عندنا طبعا القطاعات اللي تتمثل في هذه الشريحة أكثر من 23 قطاع، يمثل القطاع الخاص والشركات الخاصة والشركات الشبه حكومية وأيضا القطاع الخاص. ويساهم البرنامج في تمكين الآباء والأمهات العاملين من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام وتنفيذ سياسات مرنة في مكان العمل وتعزيز رفاهية الموظفين وتمتين الروابط الأسرية، وصولاً إلى تشجيع الموظفين على زيادة المشاركة والإنتاجية وتعزيز رفاهيتهم ومستويات الاحتفاظ بهم وزيادة قدرة المؤسسة على استقطاب الكفاءات والمواهب المختلفة وتقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتعلق بسياسات العمل والمزايا المقدمة للوالدين، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص للمواطنين وتشجيع المؤسسات على تبني ثقافة الابتكار في بيئة العمل، كما أسهم في خلق بيئات عمل مستقبلية مبتكرة والعديد من التأثيرات الإيجابية. أسهم هذا المؤتمر في جعل بيئات العمل المستقبلية داعمة للوالدين، كما حسن وساعد في التقدم في هذا التوجه. لنشرة علوم الدار، مها ياسر، أبوظبي.